السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو معانا موقع قديم شرحته على قناتي قبل 3 سنين، يمكنك هذا الموقع من زيادة عدد المتابعين في حسابك تويتر وأيضا التفاعل كما ترون إعادات التغريد واللايكات على تغريداتك. ولكن قبل أن ندخل في أي تفاصيل، لا تنسى أن تضغط على زر سبسكرايب والتفعيل لزر الجرس، لأنك إذا ما فعلت زر الجرس ما راح تستفيد أي شيء من قناتنا ولا راح توصلك فيديوهاتنا عندما ننشرها. وأيضا عمل لايك للفيديو واكتب لي تعليقك أسفل الفيديو لحتى أعرف رأيك، وتابع معايا لآخر ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تدخل إلى موقع هيبلا تويتر، سأضع لكم الرابط أسفل في الوصف داخل التدوينة. عندما تدخل إلى الموقع سيفتح لديك بهذا الشكل، سواء كنت فاتح من الكمبيوتر أو من السمارت فون أو الهاتف الذكي الخاص بك. طريقة شغالة وهي نفسها سواء كنت فاتح من الكمبيوتر أو من الهاتف. الآن تروح تضغط على click here to generate token. الآن بيفتح معك موقع تويتر يريد أن يسمح لهذا التطبيق باستعمال حسابك. أنت لا تقوم بإدخال حسابك الرسمي أو الرئيسي الذي تستعمل، قم بإنشاء حساب آخر تستعمله مع هذا الموقع. ستجد الآن فيديو في البطاقات يتكلم عن الحصول على بريد مؤقت. تستطيع أن تحصل على بريد مؤقت وتسجل في تويتر بشكل سريع دون الحاجة لإنشاء حساب جيمايل او هوت مايل، يعني وتضيع الوقت. المهم الان بعد ما تسوي حساب خاص لهذا الموقع، اوكي، تقوم بالتسجيل الدخول بشكل عادي جدا، ثم اعطاء صلاحية للتطبيق. تنتظر قليلا، ستفتح لديك هذه النافذة. الان كل شيء معك شغال تمام. تروح تسوي كوبي لللينك، تنسخ الرابط، هذا الرابط تقوم بنسخه. بعد أن تقوم بنسخه تلصقه هنا. بعد ما تلصق الرابط هنا تضغط على لوج إن. تدخل الآن السكيورتي كود أو الكاباتشا 94MCMB، بعدها إرسال. فتح الآن معنا الموقع بهذا الشكل. أعتقد أن حاليا في مشكلة في الموقع لأن زر إعادة التغريد اختفى، وأيضا الزر الخاص بزيادة عدد المتابعين، ويوجد حاليا الزر الخاص بزيادة اللايكات. هو في الأيام القادمة الأزرار راح ترجع، أعتقد إن في صيانة في الموقع. المهم أنت بتطبق نفس الخطوات عند زيادة المتابعين وزيادة عدد عادات التغريد، أوكي. الآن بشرح أمامكم أو أجرب زر اللايكات. الآن بتفتح معك هذه الصفحة، يوجد لديك هنا هوم يرجعك إلى الصفحة السابقة. هنا تويتس التغريدات، هذه هي الصفحة. هنا تويتس اند ريبلايز يعني مع الردود، وهنا كاستم اي دي يعني تغريدة مخصصة تأخذها من أي حساب وتستطيع زيادة اللايكات لها. سأختار كاستم اي دي، اوكي. أقوم بأخذ التغريدة من حسابي الرسمي كما ترون، هذا هو حسابي الرسمي. سأأخذ هذه التغريدة، يوجد عليها 2 لايك و1 إعادة تغريد. أقوم بفتحها بهذا الشكل. الآن أقوم بأخذ الرابط الخاص بها أو معرف التغريدة. ركز معاي، الآن هتشوف عندك twitter.com، بعدها هتشوف سلاش اليوزر نيم الخاص بك، بعدها كلمة status. هنا ستجد معرف التغريدة، تقوم بنسخ هذا الرقم الذي هو خاص بالتغريدة الخاصة بك. تذهب بهذا الرقم وتضعه بهذا المكان، وهنا تقوم بكتابة كود الكاباتشا H8R5H. أنا سأنتظر لمدة دقيقة لأني قمت بالتجريب قبل 14 دقيقة. الموقع يعطيك مرة واحدة تستطيع زيادة اللايكات لتغريدة واحدة كل ربع ساعة. إن شاء الله تكون فهمت علي. في كل ربع ساعة تستطيع زيادة اللايكات أو إعادة تغريد أو المتابعين لحساب واحد أو تغريدة. أنت عشان تتخطى هذا الليميت بتسوي لك أكثر من حساب، يعني أنت بالحساب الأول دخلت سويت زيادة لهذه التغريدة، ما راح تنتظر ربع ساعة، بيكون عندك حساب ثاني تسوي تسجيل الدخول به وتزود لها، أوكي. وأيضا بعدها تسوي حساب ثالث، وبهذه الطريقة يعني بدون ما تكون تنتظر. إن شاء الله يكون الفيديو أعجبكم. أتمنى أنك تسوي سبسكرايب للقناة، تفعل زر الجرس، وتعمل لايك، تكتب تعليق، تسوي مشاركة مع الأصدقاء لكي يستفيدوا. 3 2
واحد. الآن your submit ready، يعني جاهز، تروح تضغط على submit. عندك هنا change، يعني إذا تريد تغير التغريدة إذا ما طلعت هي. أنا هذه هي التغريدة المطلوبة، سأضغط على like من هنا. أنتظر قليلا، أذهب إلى تغريدة. كما ترون 2 إعجاب كما قلت، تحديث 33 إعجاب، تحديث مرة ثانية 46 إعجاب كما ترون. تقدر تكرر الخطوة زي ما قلت كل ربع ساعة، تقدر تزود لتغريدة واحدة من نفس الحساب، أنت بتسوي أكبر حساب عشان تتخطى هذا الليميت. أوكي، وأيضا إذا كنت تريد فيديو خاص بزيادة عدد المتابعين والتعليقات واللايكات لحسابك الإنستغرام، تقدر تكتب لي أسفل في التعليقات وتشوف فيديوهاتي السابقة الموجودة على القناة، أشياء والله مرة مفيدة. لا تنسي أنك تشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.